نهاية هذا الموسم دكتور، إيش حابب تقول لمشاهدينا اليوم؟ خلينا نحكي إيش الرسائل. أنا أعتقد معظم الرسائل اللي كنا بنياها وصلناها. أهم شيء نحكي إنه علم التجميل هو اسمه علم التجميل، الهدف إنه نعطيك الثقة بالنفس وليس التغيير، ولا كنا عملنا اسمه هو علم التغيير. يمكن أهم رسالة إنه نبتعد عن المعلومات المغلوطة في الإنترنت. أيه. للأسف لحد اليوم نشوف كثير كم هائل من المعلومات المغلوطة، حتى مشاهير السوشيال ميديا للأسف بعض منهم توجهوا للإعلان حتى على حساب المعلومة الصحيحة، وهذا برأيي شغلة مهمة كثير وشغلة لازم ننتبه لها كثير. لازم كل الصبايا تنتبه إنه وين مصدر المعلومة الصحيحة، وين مصدر المواد الصحيحة، وكيف تحصل عليها، وهذا متوفر لا سيما في مثل خلينا نقول في الهيئات الرسمية، وزارة الصحة السعودية وهيئة السعودية للغذاء والدواء بيقدموا معلومات صحيحة وموثوقة بإمكانك تلجأ لهم حتى تعرفي إيش المواد اللي تستخدميها. وأهم شيء برأيي يمكن الرسالة الأهم إنه لازم توثقي في طبيب التجميل تبعك، لأنه الطبيب ملزم اولا واخيرا انه يقودك في الرحله الجماليه حتى توصلي للنتيجه الجماليه اللي بتتمني ان تحصلي عليها.